آه كم علمتني الفرحة يا فؤادي، آه يا دمع خدي ويا أوتاد وتادي، آه على قحر عدد ما قرأت تاريخ بلادي. لكم قوتكم يا مغاربة ولكم عتادي، عندما رأيت مأسى وطني أقشعر بدني وأهزم وسادي. رأيتكم رأيت من مسائر عدة وعدان، رأيتكم من مات أضحية خطابه بأرض حرة فأمسك وداد. نظرت نظرة موحدة إلى الاستقلال من الاحتلال المعادي، فأقتؤت قلبي مستقلا أحمر اللون وأخضر النجمة، ذلكم عمادي. وأقسم على روحي بالمروءة ونويت الاستشهاد في بلادي، وقررت أن يكون مغربي لكان للأعداء وركيزة عمادي. فقمت واختلصت النظر إلى مروءة الرحال وحرية الأملاك، وخذلت إلى مسيرة خضراء مدفرة، فقلت ما هذا الزلال، وتكرمت هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أبوية لكل فعاليات الجمهورية حضرنا اليوم، تحية أبوية لكل أوليات وأمهات اللي جاوا يشجعوا ولادهم ليشاركوا في واحد المعامل تربوي الذي نتمنى أنكم تشجعوهم لأنه التزموا به وفعلا اللي ما ضيعوش الوقت، راهم استفدوا وداروا مجموعة من العلاقات مع الجمعية اللي تنتمنى انها تطور وتستنى المواهب ديالهم ويكونوا ان شاء الله من الناجحين ومن المتفوقين. فشكرا للاباء والامهات على ثقتهم في المؤسسه وهذا هو الدور ديالنا. نشكر أولياء أمور الوليدات اللي كانوا معنا لمدة كاملة وكنتمنى الاستمرار ويكونوا فرحانين معنا كما حنا فرحانين بوليداتكم. كنشد مرحبا بكم وكنتمنى أن هذه الأمسية هنا الإعجاب ديالكم تشجع الوليدات بزاف بزاف ومرحبا بكم. Yeah.
عم شيري المسيرة الخضراء التي ما زالت